احنا بدأنا في انتاج الفطر في بدايه 2016 وقمنا بانشاء الكومبوست يارد اللي هي تكوين التربه لزراعه الفطر وتبتدي بمراحل طبعا اول مرحله هي تقليب التربه التربه عباره عن قش و جبس زراعي وزبر الدجاج ويخلط مع بعض ويبتدي يدخل بعملية الفورمنتيشن من بعدها يدخل بالبسترة من بعد البسترة يدخل على الغرف هذه المرحلة تأخذ لها 4 أسابيع وفترة الزراعة تأخذ لها 4 أسابيع ثانية حاليا المزرعة تنتج طن يوميا من المشروم وإن شاء الله في بداية السنة الجاية مع التوسعة راح تنتج ما يقارب إلى 3 أو 4 طن من الفطر وجودنا في السوق أو يعني الماركت شير اللي ماخذينه إحنا يقارب 30% من إنتاج أو سوق الفطر في السوق المحلي عادة نصدر 20% من إنتاجنا إلى الأسواق المجاورة مثل البحرين والسعودية. في أي مكان في العالم زراعة الفطر لازم يكون فيها تحكم في درجات الحرارة سواء في المناطق الشمالية من العالم الأقطاب الجنوبية المناطق الصحراوية فالحرارة المطلوبة بمعدل 18 مئوي طبيعة الحال الغرف لازم تكون معزولة ولازم يكون في نظام تحكم في الظروف البيئية. نعم كلفة التبريد في بعض الدول بتكون عائق. في دول الخليج في بعض الأفضلية بالنسبة لكلفة التبريد لأنه الطاقة نسبيا رخيصة أو أسعار تعرفة الكهرباء نسبيا رخيصة. في المقابل هناك كلف إضافية على المزارع في دول الخليج منها المواد المستوردة. لأنه أغلب المواد أو المواد الانبوتس أو المواد المدخلة هي مستوردة. أصعب نوع من إنتاج الغذاء هو الإنتاج الزراعي لأسباب كثيرة في قطر خاصة إحنا عندنا مساحة صغيرة وكل العوامل هي ضد الزراعة العادية يعني المناخ غير ملائم مياه قليلة مالحة غير صالح الأرض غير صالحة للزراعة مساحات اللي صالحة للزراعة صغيرة جداً وإحنا كذلك كشعب يعني مش فلاحين يعني مش كلتشر ما عندنا إحنا يعني مزارعين